ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو هيكون عباره عن ان انا هفتح معاكم الكندر اج ديت. فيلا نبدا الفيديو. وطبعا دلوقتي انا هفتحها معاكم اهو، هشوف ايه اللعبه اللي جواها. دي اللعبه دي انا عارفاها، انا بحب اللعبه دي قوي. دي عباره عن زي كانها صور كده تبقى مع بعضيها، انتوا شايفين. فهي بتبقى كده صورتين، احنا بقى نعمل منهم براويز بالحاجات دي. فانا هحط واحده كده مثلا، احط واحده ازاي كده اهوت، واحده كده اهوت اهي، احاول ان انا اركبها. لا هي المفروض تبقى من جوه. بركبها وارجع لكم. وطبعا بعد ما اخيرا ركبتها احط بقى واحده تانية مثلا صفر دي. اول حاجه لازم احط الاسطوره كده اهوت، نحط التانية كده احطها كده اهوت، وبعدين احط البتاع اللي هتبقى موجود هنا، احط واحده جوه واحده من بره اهي دوت، واعمل نفس الحاجه في الولد وارجع لكم. وطبعا لو انتم شايفين انا خلصت، انا ركبت الولد والبنت. ده عاملين زي برواز كده بالوان الاصفر والازرق. ماشي، طبعا تعرفين طبعا الشوكولاته بتاعتها شكلها كده اهوت. انا هاكلها بعد الفيديو اهي هنا. وطبعا دي الورقه بتاعتها، انا اختي الواحده اللي بقالها النهارده جبت نور. اختي طلع لها ديت وانا طلع لي دولت. من شايفين. وطبعا بس كده يكون انتهى فيديو النهارده. يا ريت يكون عجبكم. بس اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.